الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يسعدني أن أهنئكم جميعا بقيامة السيد المسيح، وأطلب منه أن يعطينا حياة جديدة ويقودنا في موكب نصرته. في وسط عالم متغير يسوده القلق والاضطراب والأوبئة والهم، يبرز السؤال يلح على أذهاننا، هو كيف أتمتع بحياة الفرح الثابتة التي لا يشوبها تردد ولا نقصان؟ لماذا نفقد أحيانا إحساس الفرح وننحصر في ألم وندم أو قلق ومخاوف؟ إن الفرح ثمر لعمل الروح القدس في الإنسان، وبمعنى آخر هو ثمرة حياة الإنسان المقاد بروح الله القدوس. وهنا يجب أن نفرق بين ثلاثة كلمات. الكلمة الأولى هي السرور أو اللذة، مثل لذة الأكل أو المال أو الجسد، وكلها ملذات كثيرا ما نخطف الحصول عليها بطرق غير سليمة. فالخطية تقدم لنا لذة مؤقتة، ويتكرر سقوطنا ويتحول فعلي إلى عادة، والعادة تصبح جزءا من الشخصية. ولكن هذه اللذة سرعان ما تنقلب إلى ما يسمى الإحساس بالذنب بسبب تعب الضمير والندم على الخطية التي ارتكبناها. الكلمة الثانية هي السعادة. السعادة إحساس طيب لكنه مبني على ما يحدث من حولنا. فإن كانت الأحداث مفرحة فنوجد في سعادة وفرح، وإن كانت الأحداث محزنة فيمتلكنا الحزن والكآبة. إنه فرح قادم من الخارج، إنه ليس فرح دائم بل مؤقت، يتأثر به من يلتصق بالعالم. الكلمة الثالثة هي الفرح، وهنا فرق بين السعادة والفرح. فالسعادة مبنية على الأحداث التي حولنا، لكن الفرح هو ثمر من ثمار الروح القدس، ينبع من الداخل إلى الخارج. فمهما كانت الأحداث المحيطة بي أستمر فرحا بالرب، لأنني واثق أنه سيحول الحزن إلى فرح، والظلمة إلى نور، واليأس إلى رجاء. إن الفرح حقيقة أيها الأحباء هو وجود الله في حياتي، في الالتصاق به، في العشرة معه. إن السيد المسيح هو نبع الفرح ومصدره، ففي تجسده فرحت به البشرية كلها، لأنه جاء من كانوا ينتظرونه، الذي يخلصهم ويردهم مرة أخرى إلى الفردوس. فرحت به العذارة، فالذي لا تسعه السماء والأرض تجسد في أحشاء واحدة منها. وفرح به الأطفال لأن الله صار طفلا مثله. وفرح به الرعاة إذ جاءهم راعي الخراف الناطقة. وفرح به الفقراء وشعروا أنهم أغنى من كل ملوك الأرض إذ أصبحوا إخوة له. وفرحت به الحيوانات لأن خالقهم تواضع وولد في مزودهم. وفي فترة خدمة السيد المسيح كان يقول يستعن خيرا. كم كانت فرحة العميان الذين أنار عيونهم وعاد بصرهم، وفرحة أرملة نايين إذ أعاد وحيدها والذي يعودها إلى الحياة من جديد. كم كانت فرحة كل من المفلوجين والبرس والمصروعين وذو اليد اليابسة والذين عليهم شياطين حينما شفاهم وخلصهم من أمراضهم. كيف كانت فرحة الخطاة والعشرين والزناة الذين تابوا فوجدوا قلبه متسع له ويده تحمو عليه. وأريد أن أسأل كل من السامرية والمرأة الخاطئة والتي تمسكت في ذات الفعل وزكى والعشرين وكل تائب من مشاعر وعن مشاعر الفرح حينما سمع منه مغفورة لك خطاياك. وحتى في وقت صلبه فرح اللص لأنه وعده بدخول الفردوس. وفي قيامته فرحت المجدلية والمريمات والتلاميذ عندما ظهر لهم. إنه مصدر الفرح، فالفرح معناها أنني أواجه العالم بالمسيح الساكن داخلي. إنه فرح بالرغم من القلق والاضطرابات المحيطة. إنه فرح الشعور بالحفظ الإلهي والتسليم الكامل للرب. ونتذكر القديس أغسطينوس عندما اكتشف أن الرب هو كل شيء بالنسبة له، عرف معنى الفرح وقال كلمته الشهيرة: جلست على قمة العالم حينما أحسست أنني لا أهاب شيئا ولا أشتهي شيئا. أيها الأحباء تعالوا نقتني الفرح، فالفرح هو من الرب أي أنه مصدر هذا الفرح، والفرح بالرب أي أنني فرحان به شخصيا وليس بعطية، والفرح في الرب
الذي يحول الشر إلى خير ويقودنا في موكب نصرته. كل عام وحضراتكم بخير، ولإلهنا المجد الدائم وديه الأمين.